الرياضيين الرياضيه وبالامس يعني بيرتران ماركشان يعني ادخله كرسمي خلال هذه المواجهه بعدما يعني اقتنع بمؤهلاته لتستبشر يعني الجماهير الخضراء بهذه العوده ليقود هجوم الرجاء الى المزيد من الانتصارات. اكيد يعني عبد الله الادريسي يعني اللاعب يعني المعرض للاصابه ولكن اعتقد بانه العوده ديالو يعني كتطلب اشياء كثيره، المسانده ديال الجمهور، المسانده ديال الطاقم التقني، ديال المسؤولين، وكذلك لانه على المستوى النفسي اللاعب دائما كيبقى متخوف من ديك الاصابه انها تعاود ترجع. بدون شك العلودي لاعب تقني ذو مهارات كبيره، لاعب سريع وسان بيركوتور في لاتاك، ومن طبيعه الحال تصاب ودابا هو كيرجع، وكنتمناو ان العوده ديالو تكون اكثر، ونتمناو على الله انه يطلع ليكيب ناسيونال، ليكيب ناسيونال ا وي لحقاش كان فيها وجاتو الاصابه، وكنتمنى الله يصدر هادشي كلشي اللي ضاع منه واللي ضاع ليه، وحنا محتاجين لهاد اللعابه هادو اللي كيدرب ليه وكيديروا لو سونتر وكيديروا لا ديفيرونس قدام الشبكه ديال الخصم بطبيعه الحال. نعم، وكذلك بان الفرق الكبيره يعني اللي يكون عندها اهتمام كذلك باللاعبين يعني الفتيان وكذلك الشبان، خصوصا بانه اللاعب اللي سجل الاهداف هو من مدرسه الرجاء، وكنعرفوا المدارس الكبيره يعني كتنجب لاعبين اللي بامكانهم انهم يفيدوا المنتخبات الصغرى. بدون شك الا كان ان ميساج اللي ندوزوه هو انه اي لاعب اللي الفريق ديالو كيشوفوا بانه كاين في المنتخب ديال الفتيان ولا ديال الشبان خاص يتعاملوا معاه بطريقه اللي هي متميزه. نعم، ماشي متميزه ديال الفشوش، وانما متميزه انهم يعطيوه دو لا كونسيديراسيون. نعم، باش يبقى دائما النخبه حيت هذاك ولدهم وغيخدم غيلعب معاهم من هنا 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين، وهذاك استثمار. نعم، بطبيعه الحال اكيد استثمار يعني ما يرجع الا بالخير على كل